وفي معادلة التوازن فيما يسمونه بلاوي الاحتياجات التي لا تقبل المزيد من التأجيل، تحول مشروع مجاري سامراء إلى عبء يضاعف قلق الأهالي، إذ أضحت الأحياء الشرقية بقضاء سامراء تعاني من المستنقعات المائية بعد كل هطول للأمطار، ما يعتبره قاطنو تلك الأحياء إهمالاً حكومياً دون مبررات حقيقية، مطالبين الجهة المسؤولة وضع حلول للمشاريع المتلكئة والتقليل من هموم المواطن بدل زيادتها باسم الإعمار المخالف للواقع المتردي. يعني ما يصير خلاص، يعني ما يصير، يعني جهالنا بالطين، روح للمدارس يرجعون كلهم طين، يعني نوديهم بالسيارة وعلى أساس بالسيارة نوديهم للمدرسة ويرجعون كلهم طين، يعني خلاص يعني لازم تودي بالسيارة وتجيب بالسيارة، وإحنا على الباب الله نشتغل ورايحين جايين، وشوف هذا الطين، يعني أنت شوف عينك، شوف هذه الكاميرا، شوف يعني الطين هسه حاطين بعض بلوك، بتشوف بلوك، يعني هذا الجامع، الجامع إذا أقدر أروح عليه، الجامع ما أقدر أروح عليه، بعض الطين بعض الطين. تجي جاء هنا المجاري يقولون لهم يابا هذا تفرشوا الناس بيس بسم الله بالرمل وافر شيال مدى الناس تمشي. اخي يعني هالوضعيه والله العظيم ما ترحم، يعني احنا شفنا معاناه يعني ما شايفها بحياتنا، يعني مدينه منكوبه، يعني طفل يدي عمر يعبر من الشارع، يعني هو كل 7 امتار 8 امتار الطين هالعلاته. هذا وضع، هذا وضع مدينه، والله عيب عليهم يسموها الحضاره الاسلاميه، والله خلي يشيلون هاي الكلمه اشرف لهم واحسن لهم. يعني سياده المحافظه احنا نرجي منك تجي تشوف تفطر بهاي المدينه، يا اخي والله منكوبه، يعني تباوع عليها تقول هاي ناس متهجره ساكنه بيها، شنو هاي؟ يعني لا شارع مثل الاوادم، لا تبليط. مدينه سامراء مهمله مهمله، مهمله بحيث انه القرى هي دا تصير احسن من قضاء مدينه سامراء، مدينه سامراء تستغيث، احنا مدفونين بالحياه، عايشين لكن مدفونين بالحياه، اللي نطالب من الجهات المسؤوله والجهات المعنيه بانه تشوف هذا الوضع وانه ترتكس على مدينه سامراء كونها اتعس مدينه بالعراق،